محطتنا الأولى رح تكون أكيد نرمين مع بصمة مميزة لمسيرة عمل إنساني شكلت خارطة الطريق لمؤسسة سورية بتجمعنا، هي المؤسسات السورية اللي كان لها دور كتير كبير على أرض الواقع من خلال دعم أسر الشهداء والجرحى والمفقودين والأسر اللي ما لها معيل. أكيد اليوم لنحكي أكثر عن عمل هي المؤسسة. معنا السيدة سيرين الفرع عضو مجلس أمناء مؤسسة سوريا بتجمعنا لنحكي عن الإنجازات الجديدة وأكيد أهم الإنجازات بالعام الماضي. سعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير يا رب، وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يضل سوريا بألف خير يا ربي. إن شاء الله يا رب. وأنت بألف خير يا رب. خلينا نحكي عن أهم الإنجازات والنشاطات اللي عملتوها خلال 2021. اول شيء نحن طبعا اول شيء نرجع نقول يسعد صباحكم يا رب، ان شاء الله هيك صباح الخير والعطاء، ودوما سوريا بتجمعنا على الخير والعطاء. 2021 الحمد لله هو كان سنه خير وعطاء مثل ما عودتنا سوريا بتجمعنا، فكنا عندنا عده حملات وفعاليات. هي الحملات والفعاليات مقسمه، في منها فعاليات هي موسميه يعني حسب الاعياد والمناسبات، وفي عندنا حملات ومشاريع هي مشاريع مستدامه مثل حمل التنفس اللي هي طبعا اللي بنسبه لاعاره المولدات الاكسجين لمرضى الكورونا وهي اعاره مجانا، ومثل مشروع وهو مستدام كمان مشروع دوائي اللي هو كمان لامراض المزمنه اللي هن الضغط والسكري والقلبي لاخوتنا ولاهلنا ولا بالنسبه للمرضى. طبعا هذا الشيء بالاضافه الى الحملات اللي هي لها علاقه بدور الايتام بدور المسنين اللي هي كانت بمناسبات بالاعياد وكانت ختامها بنهايه السنه بالعيد الميلاد. كان عندنا زياره لدار الكرامه للمسنين، قضينا هيك يوم كان يوم فرح ويوم معايدة طبعا لأقل شيء بنقدر نقدم لهم لأهلنا. طبعا بالإضافة طبعا لحملاتنا وهي ممتدة، فهي ممتدة بكل محافظات سوريا مو بس فقط بضمن دمشق وريفا، ففي عنا حملة اسمها حملة على امتداد الوطن، وهي حملة تعنى بأسر شهداء وجرحى أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة بالإضافة لأسر المفقودين. فهي كانت لعدة زيارات بعدة محافظات، بلشنا فيها بمحافظة اللاذقية طبعا طرطوس حمص ومصياف، كانت آخر نهاية سنة 2021 كانت بزيارتنا لمدينة مصياف. فهي كانت زيارات نحن نسميها زيارات محبة زيارات وفاء، نعتبره هذا الشيء طبعا واجب وطني على كل مواطن سوري لأخوتنا لأهلنا بالنسبة لأسر الشهداء وبالنسبة لجرحانا، لأنه أقل شيء نقدر نعمل أن نزورهم ببيوتهم نشوفهم نشوف حاجاتهم نوصل رسالة اللي هي نعتبرها دوما رسالة وفاء وإنسانية من القلب للقلب من سوريا بتجمعنا ولكل أهلنا بالوطن. أكيد. طيب يمكن بفترة ما كتير كان في جمعيات يمكن عمل تطوعي، لهلأ إسا في شباب عم ينتسبوا للجمعيات فعلا ليشاركوا بهي الفعاليات تبع المجتمع المحلي حتى فعلا هيك يأسسوا ويثبتوا أنه نحن فعلا التطوع هو ثقافة عطاء وثقافة كمان موجودة مو بس بأيام الحرب بأيام السلم كمان. نعم. فخبرينا شلون وضع التطوع إسا الشباب هيك مقبلين على التطوع بالجمعيات؟ هلا نحن بوجودنا من 11 سنه يعني طبعا على الارض وعلى الارض الواقع من وقت ما بلشت الازمه والحرب والازمات اللي مرت على سوريا، نحن يعني دوما بنقول الشعب السوري طول عمره شعب خير شعب معطاء، ودوما ايادي البيضاء موجوده بين الشعب. فالجيل اللي موجود خلال هي الفتره اللي كان موجود بالحرب وبالازمات جيل كان بيفرح القلب، شباب صبايا عندهم من أهم أهدافهم بالحياة بالإضافة لظروفهم بالإضافة كلهم أكتريتهم ممكن عم يتعلموا عفوا بيكونوا عندهم مسؤولياتهم، بس كانت دوما بيتركوا حيز من حياتهم التطوع، لأنه هن بحاجة دوما إنه بيقولونا نحن بحاجة إنه نشعر إنه في هذا الصفاء وفي هذا النقاء اللي بالقلب اللي هو ما بتقدر ترجميه إلا على التطوع على مساعدة الآخر، وخاصة لما بيكون في أزمة وبيكون في حرب. فالحمد لله يعني الشباب والصبايا كان في إقبال كتير حلو، وبالإضافة طبعا إلى وجوده معنا، وحتى عنا عدة اختصاصيات بهذا الشيء، يعني مثلا مشروع دوائي عنا أطباء عنا صيادلة
هن متبرعوا ليكونوا معنا بمشروع دوائي، نفس الشيء مشروع تنفس. بالإضافة لما بكون عنا حملة فيها سفر كل محافظات سوريا، فهون هي كمان هي بيعطي من وقته وبيعطي من ظروفه لحتى يكون معنا بهي الحملة، فهي طبعا بعتبرها أنا كتير مهمة يعني بصراحة من الأخير بيفرحوا القلب. اللي بيزور مقر مؤسسة سوريا بتجمعنا بيلاحظ الحالة أو حتى الصور حتى عم تعكس هلأ حالة إذا نقول التفاهم اللي عم تكون، الكل عم يشتغل بروح وحدة. خلينا نحكي عن هاي الروح الموجودة بالفريق والأشخاص اللي عم يجوا جداد، كيف بتستقبلهم؟ بيتم فرزهم لأقسام معينة، بيخضعوا لتدريب، بتقعدوا معهم تفهموا كل شخص وين ميوله، كونه نشاطات المؤسسة شوي متنوعة؟ طب مزبوط. هلا الاول شيء مجرد ما المتطوع او الشاب او الصبيه او السيده او اي حدا من اهلنا اجى حب يتطوع بمؤسسه سوريا بتجمعنا، فهو اكيد مآمن باهداف ومآمن قبل كل شيء بالعمل التطوعي اللي هو العمل الانساني. فهون احنا بصراحه سوريا بتجمعنا احنا عائله، يعني بنعتبر عائله وافراد العائله، فهي العائله بتتنوع بكل واحد باختياراته، تتنوع اللي بيقدر شو بيقدر يعمل بمثلا حمله تنفس، ففي عندنا كادر مثل ما حكينا طبي. حتى مو بس كمان المعامله مع المرضى هي معامله فيها شويه خصوصيه بدوائي وبتنفس، بالاضافه لاسر الشهداء والجرحى. طبعا هون عندنا كادر كثير متدرب، كثير عنده الحب التفاعل مع اسره الشهيد وبالاضافه مع الجريح، فهذا الشيء طبعا بيترجمه دوما على ارض الواقع. فكل يعني كل متطوع سواء شاب او صبيه بصراحه نحن كنا يعني ما في اختصاص اكثر ما انه حسب هو شو بيقدر يقدم من قلبه وحسب ظرفه. طبعا في طبعا بعض المشاريع وبعض الحملات فيها اختصاصات لانه فيها تدريب وفيها كادر، يعني عندنا مشروع هو بدايه لاقامه المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغار، هذا المشروع هو لجرحى المصابين اللي عندهم عجز. طبعا هون في عندنا كادر كامل لهذا المشروع لانه بده يكون مختص، لانه هذا المشروع بده يكون في عندك مثل جدول اقتصادي، في عندك ناس مختصين بهذا الشيء، التعامل مع الجريح وظرفه الصحي حسب منطقته حسب ضيعته حسب هو شو بيختار المشروع. فطبعا كل هال يعني كل هالمشروع هذا بكادره لازم يكون في عنده تدريب وفي اختصاصات فيه. نعم. يعني هلا خلينا نحكي شوي عن آلية العمل بسوريا بتجمعنا، وخاصة انه النشاطات مثل ما قلنا مو بس بدمشق، هي تعدت وتخطت المحافظات السورية، من اختيار الأمكنة لاختيار الأولويات والأشخاص للتوجه لأي محافظة، كيف بتكون خطة العمل عندكم؟ تمام. هلا مثل حملة على امتداد الوطن او مشروع بداية اللي هو خاص لأسر الشهداء ولجرحى، فنحن هون في عنا اول شيء بداية بناخذ الموافقات من قبل وزارتي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نحن تأسفة، ووزارة الدفاع ومكتب شؤون الشهداء والجرحى اللي بناخذ القائمة وقت نتوجه لأي محافظة. دوما بنحرص انه نحن ناخذ المنطقة النائية، المنطقة اللي ما بيقدر يعني ممكن ما حدا قدر يوصل لها، لحتى نحن نقدر نوصل لهم ولحتى نقدر دوما نقول الرسالة تبعنا لما تكوني جاي من دمشق ورايحة على حمص وما من حمص لحلب لا لدقية لا حما، فهي هي الرسالة الأساسية. نعم. طبعا بتحضر بعد هيك حسب المشروع وحسب الحملة وحسب الفعالية، بتحضر لها تقريبا تحضيرات قبل هيك، وبنطلع طبعا بكادر اللي هو المتدرب واللي متحضر لهذا الحملة. نعم. خلينا نحكي كمان عن صلكم زمان على الأرض كمؤسسة، كيف عم تختلفت الأولويات عندكم؟ أكيد المبادرات أو المؤسسات أو الجمعيات اللي طلعت ببداية الحرب غير نشاطها اختلف بالوقت الحالي، خلينا نحكي عن هاي الاختلاف اليوم بالنشاطات اللي عم بتكون. هلا طبعا احنا يعني اكيد من وقت ما بلشت الازمه والحرب على سوريا فكنا مثل ما حكينا سابقا انه كنا اول ناس على الارض حتى نشعر نكون مع اهلنا، نكون سند لاهلنا ولاخوتنا اللي نتيجه للناس اللي تهجرت، للاسف الناس اللي استشهدت كرمال تدافع عنا، الابطال الجيش العربي السوري، الجرحى بعض اصاباتهم. بالاضافه بعدين اجت ازمات على سوريا، عندنا ازمه الوباء كورونا فكنا متواجدين، فهون كانت حملتنا
مثل حملة التنفس لإعادة المواردات أكسجين بشكل كامل مجانا مثل ما حكينا. فكنا هون رديف لوزارة الصحة. مشروع دوائي نتيجة الوضع الاقتصادي والحصار الاقتصادي، فصارت الأدوية تكلفة كتير عالية على أهلنا والأخوتنا بالوطن. فهون نحن طبعا حاولنا نعمل هذا المشروع لحتى نسند معهم، لأنه ما في أصعب من المرض، وأنه الواحد ما يقدر يكون مريض ما يقدر يجيب الدواء. يمكن الأكل ممكن يدبر حاله، أي السكن ممكن يزور، بس المرض صعب إذا ما قدر ياخذ دواء. فهون نحن طبعا كان مشروع دوائي. خلينا عفوا نشرح عن المشروع الدوائي، هو بعده قائم. نعم. الأشخاص اللي بحاجة عندهم نقص دوائي بيقدروا بيتوجهوا لكم. نعم. خلينا نشرح هاي التفاصيل عن هاي المبادرة. مشروع دوائي مثل ما ذكرت لحضرتك هو مشروع، أول شيء مشروع مستدام، يعني هو مستمر لسنوات إن شاء الله. وللأمراض المزمنة، الضغط والسكري والأمراض القلبية. في عنا رقم هاتف اللي هو 0993-450-456. بيتصل أي حدا من أهلنا وإخوتنا اللي موجودين هلأ نحن ضمن دمشق وريفة موجودين هذا المشروع، إن شاء الله بسنة 2022 متأملين أنه نكون بمحافظة أخرى. بيتواصل مع هذا الخط، بيكون في مقابله بنسميها هي مقابله محبه، بيكون في استماره. بعد ما يقدم هي الاستماره بيتم الدراسه، ثم يتم بعد عنده بطاقه اسمها بطاقه طبيه. هي البطاقه الطبيه اللي هي بناء عليها كل شهر بروح بياخذ ادويته. طيب الأنشطة هلأ الجديدة لهذا العام، وخاصة جايين هلأ يمكن على عدة مناسبات، كمان رمضان قرب مثلا، في أكثر من مناسبة، شلون عم تحضروا لهي المناسبات؟ هل في شيء جديد أو في يمكن فعالية جديدة عم تحضروا لها؟ هلا اكيد اول شيء نحن عندنا المشاريع المستدامه اللي مثل ما حكينا الدوائي وتنفس، هاي مستمره تمام، وحملي على امتداد الوطن عفوا، حملي على امتداد الوطن هي عباره عن مساعدات عينيه ومساعدات نقديه، فهي كمان مستدامه ومستمره ان شاء الله. طبعا في عندنا هلا محافظه حلب ان شاء الله قريبا هنطلع من ضمن حملة على امتداد الوطن. طبعا احنا دوما يعني دوما موجودين على الارض، فدوما بيكون في عندنا مشاريع وحملات على حسب الواقع وعلى حسب الظروف اللي عم نمر فيها. فاكيد طبعا هذا الشيء موجود، بالاضافه انه في عندنا دوما زيارات دوريه لدور الايتام لدور المسنين، عندنا دوما فعاليات اللي هي خاصه مثل ما حكينا بالموسميه. فعندنا رمضان بيجمعنا، اكيد في عنا حملة اسمها رمضان بجمعنا، فأكيد حكون موجودين فيها. يعني خطة إن شاء الله 2022 بإذن الله حنقدر نكون يعني بأكثر من حملات وفعاليات لحتى نقدر نكون مع أهلنا يا رب. نعم. في محافظات جديدة حابين تكونوا توصلوا لها بال 2022 حاطين ضمن الخطة؟ هلا مبدئيا إن شاء الله هلا بداية سنة 2022 حلب، وإن شاء الله طبعا أكيد في محافظات أخرى بس بقيد الدراسة وتحضير إن شاء الله. نعم. طيب خبرينا، يمكن دائما هيك كل عام العام اللي بعده بتستفيدوا من الأخطاء، بتستفيدوا من قصص راحت عليكم أو أفكار ما طبقتوها، هيك صار معكم يعني خلال العامين هلأ بما أنه نحن ب 22 صار في مثلا أخطاء معينة أو قلتوا لو عملنا هيك كان أحلى أو كان يمكن أفيد للشرائح المجتمع، في هيك كان أفكار؟ ايه هلا دوما الواحد ما بصير على الارض الواقع وبينفذ بتكوني حاطه خطه وهي الخطه موجوده معك، بس لما بتكون على الورق الخطه، بس لما تتنفذ اكيد. هلا نحن ممكن نتعرض للصعوبات، يعني نحن اخر بمدينه مصياف بمحافظه حماه تعرضنا للصعوبات اللي هي الصعوبات المناخيه بدك تعتبريها الصعوبات، لانه كونه رحنا للقرى النائيه بصراحه رجعنا كنا ضعفانين لانه كان كثير برد، ظروف قاسيه جدا حتى لطلعتنا لاي بيت اسره شهيد او جريح هي مو سهله. فاكيد نحن هذا الشيء موجود دوما يعني، واكيد ما اذا ما بيكون في اخطاء ونتعلم منها فما بيتطور، ما بنقدر نتطور. فدوما عندنا خطه بنهايه السنه شو الاخطاء اللي ممكن او شو الصعوبات اللي تعرضنا لها لحتى السنه الجديده نتجاوزها ونعمل خطه تكون ناجحه اكثر. نعم.
إذا نحكي أكيد مسؤوليات جديدة خلال العام الجديد ونشاطات بعدها مستمرة، مين الجهات اليوم اللي أنتم بتطمحوا تشبكوا معها أو أنتم عن جد بحاجة لتشبكوا معها أو تتعاونوا معها، بحاجة متطوعين كمان إذا حابين تستقطبوا متطوعين كيف ممكن يتم هذا الشيء؟ تمام، هلا نحن التشبيك مع جمعيات أو مؤسسات أخرى دائما موجود، يعني دوما هذا التشبيك بين العمل الخير وبين الجمعيات كثير حلو، يعني نحن كنا بحمص لما كانت فعاليتنا هي كانت فعالية مع جمعية صامدون رغم الجراح، وهي الجمعية هي أعضائها هن جرحى من أبطال الجيش العربي السوري، فكانت كتير حلو التشبيك معهم حلو. بالنسبة للمؤسسات أو الفعاليات الاقتصادية اللي ممكن تكون داعمة، طبعا أكيد يعني إن شاء الله بخطة 2022 عنا يعني بمرحلة تحضير لتشبيك مع عدة مؤسسات ومع عدة جمعيات لحتى نكون من ناحية المعنوي والإنساني فيها التشبيك، وحتى من ناحية المادية لحتى نقدر ننفذ أكبر قدر من المشاريع. نعم، اليوم بظل وجود العديد من الجمعيات والمؤسسات يعني للتطوع، شو بتتميز سوريا بتجمعنا؟ شو بتحبي تقولي اليوم توجهي كلمة لكل حدا حابب يتطوع أو ينضم لفريقكم؟ هلأ سوريا بتجمعنا من اسمها، نحن اسمنا سوريا بتجمعنا، نحن الحلو فينا اللي هو طبعا الواحد بيحكي عن حاله بس بيحكي عن حاله من أرض الواقع إنه نحن كيف نفذنا هذا الشيء. نفذنا أول شيء نشرنا المحبة ونشرنا العمل الإنساني ووصلنا رسالة سوريا بتجمعنا من القلب للقلب لكل محافظات سوريا ولحتى مثل ما حكينا سابقا لحتى المناطق اللي ما بيقدر يوصل لها. آخر شيء نحن عيلة والعيلة هي بتجمع المحبة والدفى واللي جمعتها سوريا، فهون نحن طبعا الحب التطوع وخاصة التطوع بلا مقابل واللي بلا حدود، فهذا الشيء يعني أنا بلاقي أسمى من الأعمال أي عمل إنساني. فإن شاء الله رب العالمين الشباب والصبايا اللي عندهم وقت، حتى نحن عنا سيدات عنا أهالي شهداء متطوعين، يعني عنا أخت شهيد عنا أم شهيد عنا أهل جرحى، فهن كمان لما كنا بزيارتهم فحبوا يتطوعوا معنا، فهذا طبعا شرف وسام على صدرنا انه يكونوا اسر شهداء وجرحى ان هن من المتطوعين. يعني بالظروف الصعبة اللي عم نعيشها، الظروف الاقتصادية والمعيشية وحتى عم نشوف حالة بالمجتمع للأسف صايرة في نوع من القسوة، قديش حلو انتم الشباب بعدهم عندهم هذا الشغف وعندهم هذا الإيمان بتقديم المساعدة للخير. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا. شكرا كثير لكم لاستضافتكم، كل سنه انتم ساميه مره ثانيه. شكرا لوجودك معنا وموفقين يا رب هيك بفعاليات فعلا تشمل اكبر عدد من المحافظات السوريه. شكرا لكم، وانتم معنا دوما الاخباريه دوما مواكبتنا لسوريا بتجمعنا. شكرا اكيد لكم. شكرا لك. شكرا لك.